بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال، بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من أرض المونديال. مشاركة الأهلي وأرقامه القياسية في البطولة والحفاوة بمشاركة الأهلي ونتائجه والحياة وعروضه، كمان العرض المهم جدا اللي ظهر بيه أمام البايرن ميونخ، وما ينتظر الأهلي أمام بالميراس على الميدالية البرونزية بعد بكرة إن شاء الله. قبل ما نتطرق على بعض الأخبار والأحداث ونعلق عليها، بس أنا عايز أقول حاجة. ما تيجي نرجع بالذاكرة كده، من شهر ولا شهر ونص، ماذا كان يتمنى جمهور الأهلي بعد أن اطمأن إلى موقفه في الدوري العام؟ كان يتمنى للفوز بكأس مصر، كان يتمنى الفوز، مش يتمنى، قال لك كل اللي فاتكم وبطولة أفريقيا يكون تاني والتأهل للتاسعة، تتحقق كل الأهداف. لكنه الأهلي الذي لا سقف لطموحاته ولا طموحات جماهيره، وده كويس لكن وحش كمان في نفس الوقت. لما ننسى ان احنا ما انجزناه، ما انطأ اقدامنا هنا، ونبتدي نتحاسب على اهداف اخرى. يا جماعه، تقييم النادي الاهلي تم في القاهره، انتهى. واي حد قاعد في القاهره عارف ان هو يتقيم على قعدته في القاهره. احنا بنتقيم على وجودنا هنا في المونديال. خدوا بالكم، محدش يجركم ولا يضايقكم في تحفيل ولا الكلام الفارغ ده. تم تقييم النادي الاهلي انه بطل افريقيا، بطل التاسعه والقضيه ممكن، والثلاثيه، وينتظره لقبان باذن الله، ثم ياتي الى المونديال باحلام. يا رب نتجاوز فريق الدحيل القوي الذي سحق مش عارف مين وسحق مين واستعد وانفق اكثر من 16 مليون دولار في الانتقالات الشتويه ولا 20 مليون دولار استعدادا انا وهو بنلعب على المباراه دي. ف ياتي الاهلي ويحقق الفوز الذي حضر منه الجميع. نجد انفسنا في مواجهه بايرن ميونخ.